بما أنه إحنا مقبلين على العيد وعم نتحدث عن العيد بحلقتنا لليوم، كثير مهم نعرف المعنى الحقيقي للعيد وكيف ممكن نستغل هاي الأيام بأفضل استغلال وأفضل طريقة. كل هاي التفاصيل رح تساعدنا عليها لايف كوتش سجى السعيدي اللي صارت موجودة معنا. يسعد صباحك سجى. صباح الخير. صباح النور عليك وكل عام وأنت بألف خير سجى. بداية سجى وانتي بألف خير أكيد سجى. بداية يعني إحنا يمكن مع عجقة العيد والتحضيرات وبكون ببالنا شو في عنا عزايم، كيف بدنا ننظف البيت وبدنا نجيب أغراض، يمكن شوي بيضيع المعنى الحقيقي للعيد وبيضيع إنه هاي الأيام لازم نستغلها أكثر لحتى نطهر نفسنا فيها. فأعطينا شوية خطوات لحتى نرجع نتذكر أهمية هاي الأيام بعيدا عن كل التحضيرات والعجقة والهوسة زي ما أنتوا بتحكوا. بالضبط. طبعا هو العيد من أهم الشعائر، هو يوم تكريم لذكرى سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما قرر أنه يقدم ابنه قربانا لربنا سبحانه وتعالى. لذا إحنا لازم نفكر بهذا اليوم أنه كيف نتقرب من ربنا سبحانه وتعالى. هو يوم للطاعة والعبادة والتقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى والشكر، فرصة أنه الإنسان يجلس بينه وبين نفسه ويفكر كيف يقوي علاقته بينه وبين ربه، كيف يشكر ربه على اللي موجود عندنا بحياتنا، كيف الإنسان يكون ممتن للأمور اللي ربنا معطيها إياه. يعني أكيد هو يوم للفرح والسعادة، بس بهذا اليوم الكل يتساوى، المسلمين كلهم يتساوى، كان غني فقير صغير كبير، كلنا لهدف واحد، هو يوم ديني. يعني التركيز فيه انه هو يوم ديني قبل ما نركز فيه بيوم انه هو للفرحة وننبسط. نحاول نجلس بيننا وبين نفسنا، نحاول طبعا احنا من الشيء اللي يعني اكثر المسلمين يعملوا يصوموا قبلها بيوم، صحيح، واحد يطهر نفسه من الداخل. هاي الامور لازم نركز فيها قبل ما نركز انه شنو اللي حنلبسه وشنو اللي حنقدمه. هاي الأمور مهمة جدا لأن هو يوم ديني قبل أن يكون هو يوم شيء رمز معين لفرحة شيء معين. نعم جميل. طيب سجى، يعني كثير بنسمع للأسف بالعائلات بيكون في خلافات معينة ممكن ما بين الإخوة ما بين الأقارب، فهل ممكن تكون تقاسم فرحة العيد ما بين الناس فرصة حتى يخففوا حدة هذا التوتر وهاي الخلافات بينهم؟ ويعني خلينا نحكي مشاركة العيد، هل ممكن يستخدموها كفرصة لحتى يحلوا هاي المشاكل ويرجعوا يتقربوا من بعض؟ أكيد هو ربنا أمرنا بالعيد بتقوية الأواصر بين صلة الرحم، التقرب، تقوية الأواصر، الأخوة والمحبة بيننا وبين الجيران، بيننا وبين أصدقائنا. فإذا كان في أي خلاف بيننا وبين شخص معين، كان بالعائلة أو كان من أصدقائنا أو كان بمجال العمل أو بالدراسة، هذه فرصة ذهبية أنك أنت تقدم، يعني تسلم عليه، تعايد عليه، وما في داعي للعتاب. يعني بالنهاية ربنا غفور رحيم، وإحنا نرجع ونقول إحنا لازم نركز بالمعنى الحقيقي للعيد. نعم. هو يوم ديني ولازم نتمثل فيه بالعادات اللي ديننا أمرنا فيها. لذا تقوية الأواصر في هذا اليوم شيء مهم جدا، تقدمة التهنئة، لو مسج شيء بسيط هتزرع الفرحة والرحمة بينك وبين الشخص اللي أنت بينك وبينه خلاف. نعم جميل. سجى يمكن من أكثر الأشياء اللي أنا بحبها بالأعياد يعني ولازم نركز عليها هي لما أفراد العيلة يرجعوا يتقربوا من بعض، يعني الأهل مع أولادهم والأولاد مع أهلهم. يمكن مع هيك عجقة الحياة والمسؤوليات والشغل والعمل وفي ناس بيكونوا مسافرين برا، فبتحسي انه افراد العيله شوي بعاد عن بعض، يعني ما في وقت انهم يقعدوا مع بعض، ما في وقت لحتى انهم يتحدثوا ويعرفوا مشاكل بعض. فكيف ممكن نستغل هاي الاجازه بانه احنا نتقرب كافراد اسره من بعض؟ طبعا هي تعتمد على الاهل دائما، لازم يكونوا مركزين انه في عادات وتقاليد تنعمل بالعيد. نعم. يعني مثلا فطور العيد، الغداء مع بعض، بيطلعوا مثلا يزوروا الاقارب. يعني هاي العادات تنزرع من الأب والأم أو كبار الأهل، كان جد أو جدة. يعني والتقرب من العادات اللي نعملها بالعيد، إن كان مثلاً للأطفال لبس جديد، عيدية، هاي الأمور مهمة جداً حتى تزرع نوع من يعني شيء يمثل العيد وعادات وتقاليد تجمع العائلة، حتى بعدين الأولاد بس يكبروا يأخذوها لعائلتهم.
هذا الشيء مهم طبعا جدا، وزيارة العوائل ومعايدة الجميع، يعني هاي الأمور أكيد لازم تنعمل وتعتمد على الأكبر بالعائلة. نعم أكيد سجى، يعني يمكن كلنا خصوصا لما بننفصل عن بيت أهلنا وننتقل لبيت خلينا نحكي عش الزوجية، بنضل بهاي المناسبات بنتذكر والدتنا وأهلنا شو كانوا يعملوا تفاصيل بالضبط. بهاي العيلة، بنحاول ننقل هاي التفاصيل لعائلتنا. فقد ايه مهم نحافظ على هاي الطقوس حتى ولو كانت شغلات بسيطة، زي ما حضرتك حكيتي نشتري ملابس جديدة عيدية مثلا، نتعود انه بهذا اليوم لازم نصحى من النوم ونلبس ونطلع نزور اقاربنا، ما نعود اولادنا ما نعود عائلتنا على انه هذا اليوم عطلة خلص بدنا نضل نايمين وكل واحد يعمل اللي بده اياه. فقد ايه مهم نحافظ على هاي التفاصيل البسيطة ومهمة انه احنا نستمر فيها. مهمة جدا طبعا، لانه يعني هي مثل ما تفضلتي انه هي بعدين حتنقل لاولادنا، فلازم الاهل يكونوا مسؤولين اكثر. يعني أنا عارفة أنه بالرغم الانشغال ويعني والأمهات كلهم مشغولين، لكن مهم جداً أنه مثلاً إذا كان في معمول العيد أو الكليتشة تنعمل بالبيت، لأنه فيها ريحة غير مميزة. يعني يمكن أنا وأنتي نتذكر الريحة بالعيد، نتذكر ريحة المعمول أو الكليتشة. صحيح. مثلاً الملابس الجديدة، يعني اللي مقتدر طبعاً، اللي مقتدر، الأضحية اللي مقتدر كمان. يعني هاي الأمور لازم نركز عليها. في أولاد يقرروا مثلا يطلعوا مع أصدقائهم يسافروا بالعيد، أنا بصراحة أشوف أنه الأهل لازم يركزوا أنه العيد هو جمعة أهل، تقريب صلة الأرحام، الأصدقاء موجودين بأي وقت ممكن أنت تطلع معاهم. صح. فهذا تعتمد على الأهل. صح. مثلا حتى لو الأولاد طبعا خاصة بعمر المراهقة مرات يحبوا دائما مع أصحابهم ويكسروا القواعد أو البروتوكول. صحيح. بلشوا ينفصلوا شوي. على الأهل أنه بالضبط. إيه، على الأهل لازم يركزوا على هاي الأمور. يعني دائما ننصح للأهل أنه سووا مثلا زينة معينة تدل على العيد بالبيت، اللي مقتدر يسوي أضحية، اللي مقتدر يجيب ملابس جديدة، طبعا يعني العيدية حسب كل واحد كم الإمكانية. صحيح. معمول العيد أو الكليتشة تنعمل بالبيت، إفطار العائلة جميعا، الغداء جميعا، زيارات العائلية، هاي مهمة جدا ولازم نركز عليها. وطبعا أهم من كل هذا أن نعرف أنه هذا عيد ديني نتقرب فيه لربنا، نصوم، نشكر ربنا، ندعي، يعني هاي الأمور مهمة جدا. صحيح أكيد سجى، عندي أكد على كلامك. مرة قرأت هيك شغلة صغيرة عجبتني، هي زي نصيحة للأهل أنه حتى لو أنتوا ما عندكم الإيمان الكبير بغض النظر عن اي ديانه انتم فيها، بس لازم تورثوا الايمان لاولادكم حتى لو انتم ما عندكم القناعه الكامله بهذا الموضوع، لانه وجود القيم ووجود هاي المبادئ وتعليم اولادنا انهم يضلهم متقيدين بالدين، احنا هيك بنكون احنا امنا عليهم خلينا نحكي لو بجزء بسيط انه احنا عرفنا انهم رح يمشوا على الطريق الصحيح ورح يعني تكون حياتهم ان شاء الله سليمه. بدنا نصائح اخيره هيك للامهات لحتى يضلوا محافظين على الجو الاسري ويضلوا يورثوا هاي الامور لاولادهم لحتى كمان اولادهم يورثوها لابنائهم ايضا. يعني مثل ما ذكرنا هاي الامور مهمه جدا، انه نحاول نطبقها بالبيت من ناحيه المعمول او الكليتشه العيديه، اللبس الجديد. بس طبعا على الاهل اهم شيء حتى الامهات انه يشرحوا لاولادهم انه هذا عيد ديني، ما معنى، يعني في اطفال للاسف ما يعرفون معنى العيد. صحيح. يعني اوكي عيد بس ما عارفين الهدف من عنده، كيف نعمل هذا العيد، كيف نتقرب لربنا، اللي يحب يصوم، يعني هاي الامور مهمه، صلاه العيد طبعا، يعني هاي الامور لازم الاهل يركزوا عليها ويشرحوها لاولادنا، خاصه مع التغير اللي احنا فيه بالحالي واختلاف الثقافات والانفتاح على كل بلاد العالم، ففي عادات وتقاليد تختفي وهي من عندها اشياء دينيه مهمه. فهذا الشيء يميز العيد، خلينا نتمسك فيه ونعتبره مثل اللي أمانة ننقلها للأجيال اللي ورانا، ونتمنى لكم عيد سعيد مليء بالبهجة والسعادة، والله يتقبل منا ومنكم. آمين آمين سجى. أنا كمان بدوري بدي أتمنى لك أيام عيد سعيدة تكون مع عائلتك ومع الأشخاص اللي أنت بتحبيهم، وإن شاء الله نشوفك بحلقات قادمة. شكرا سجى. إن شاء الله. أهلا وسهلا.